كل بلد بتنور قدامك دلوقتي عبارة عن مولود جديد اتولد في مكان ما في العالم. اهلا، انا بيستي ودي قناة تحديد النسل. تحديد النسل. طبعا في حد شاف الاندرو في الاول دي كان مستربه ودخل على ايه، بس ايه الاخبار الناس، احنا عاملين ايه وعلى بيكو فيديو النهارده. دي مش قناة تحديد النسل ولا حاجة، انا بس زهقان. صحي وش الفجر لابس تيشيرت كسبانه عشان اصور لكم فيديوهات. عندي فكرتين حلوين عايز اصورهم في فيديوهات. حتى والله لحظه واحده، اهو ده التيشيرت اللي هصور بيه الفيديو التاني، عشان بس تعرفوا ان انا بغير التيشيرتات في نفس القعده. اقسم بالله مغسول ومكوي والله العظيم. انا بس الناس مش فاهمه ان لو في تيشيرت بحبه انا بحرقه، عشان بس تبقوا فاهمين، بس بغسله على طول. مش عارف والله انا بخش في مواضيع جانبيه ليه، بس يعني اهلا بيكم فيديو النهارده. كنا عملنا قبل كده فيديو في حلويات الانترنت لموقع اسمه نيد دوت فن، والموقع ده عباره عن موقع فيه حاجات كتير ممكن تعملها لو انت زهقان وقاعد على النت. يعني مثلا اللي وريته لكم في اول الفيديو ده عباره عن خريطه الطفل. دي خريطه بتنور كل ما طفل جديد يتولد في مكان ما في العالم. طبعا انا عارف انت متوقع ان مصر تنور كل ثانيه دن 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 دن، بس هي الهند والصين اكتر اتنين بينوروا. يعني من ساعه ما بدات تسجيل الفيديو ده مصر اتولد فيها. ايه ده، هو ليه علم مصر مكتوب جنبه فلبيني؟ ايه قله الادب دي؟ لا لحظه واحده بس، ليه روسيا مكتوب جنبها دي كرومي؟ استنى ايه ده، اتغيرت. اوكي لحظه واحده لحظه واحده، انا بس كنت عامل ترانزليت للصفحه فكانت بتترجم غلط. لحظه واحده، اوكي فين مصر؟ لا برضو مصر معموله ان هي برازيل. لا يبقى في حاجه غلط في الموقع. وده كان فيديو النهارده لعبت واشتغلت. لا بجد عملت ريفرش، هو المفروض ان هو دلوقتي بيعد. فمن ساعه ما عملت ريفرش اتولد 7 في الهند، 8 في الهند، 9 في الهند. هي الهند عداد بالثواني ولا ايه؟ في ايه؟ مصر اتولد فيها واحد ولا في حد اتولد عندي في الفيديو؟ الف مبروك. الساعه لحظه، الساعه كام حاجه؟ ابنك اتولد الساعه 6:28 دقيقه و13 ثانيه الصبح يوم 21 اغسطس 2023 بتوقيت مصر. معلش انا في عمان بس فمقدمكم بساعه. 6:28 قولي لابنك، سمي ابنك بيستي. المهم فزي ما قلت لكم المره اللي فاتت، الموقع فيه حاجات كتيره جدا جدا وانا حابب اجربها معاكم. يعني هو ممكن بعد النهارده يطلع منه فيديو كمان لو عايزين، بس اهم حاجه اللايكس ما تاثرش فيها. فجهز قهوتك الجميله وخلينا نخش على اول لعبه معانا في الموقع ده النهارده. بيقول لك لايف تشيك ليست او تشيك ليست الحياه، ولو بصيت عليها هتلاقي ان هي فيها حاجات المفروض تكون عملتها في حياتك قبل كده. فخلينا نشوف انا عملت ايه في حياتي لغايه دلوقتي. طيب خلونا نبدا من البدايه. بيقول لك انك تتولد. انا اتولدت على حد علمي. اتولدت. تمشي اول خطوه، مشيتها، تقول اول كلمه ليك، اقول ايه، جوجو جاجا. تعلم تقرا، تمام. تعمل صديق، تمام. تتعلم تسوق عجله، تمام. طب ما الحاجات دي كلها بديهيه ولا ايه؟ تقرا كتاب، تمام. تتعلم تعوم، بعرف اعوم. تخلص الابتدائي، اوكي. تلعب رياضه، لعبت رياضه. تطير في طياره، يعني هطير في ايه؟ ماشي، طرت في طياره. تركب مركب، ركبت مراكب. تركب قطر، ركبت قطر. تركب هليكوبتر، ركبت هليكوبتر. تشوف المحيط، شفت المحيط والله. تشوف تلج، شفت تلج. تشوف سنو مان، شفت سنو مان. تخلص المدرسه الاعداديه، خلصتها. هو انا خلصت كل حاجه ولا ايه؟ هو فاضل ايه؟ في ايه؟ ده انا خلصت 18 من 66، اوكي. تروح حفله، رحت حفله واتحفل عليا من الحياه كتير برضه، فانا بلاقي صح مرتين اهو. تخيم، خيمت قبل كده. تركب قطر الموت، عايشين في قطر الحياه اصلا فركبته. تلعب اداه اهو فماشي. تتباس. يعني كلنا بنبوس بعض كل يوم في مصر. تجيب كريدت كارد. فان فاكت، كان عندي كريدت كارد ايام ما كنت عايش في الامارات، كان فيه 75000 درهم والله ما كنت بستخدمها. فتمام كريدت كارد دي بعيدوا عنها يا جماعه، انا جات لي كده بس عشان فتحت الحساب. اقسم بالله كانت الاول 50000 درهم، بعدها بقت 75000. 50000 درهم يعني كام؟ 50000 درهم يعني 420000 جنيه مصري. بالمناسبه بس عشان لو في حد صغير ومش فاهم يعني ايه كريدت كارد، دي فلوس مش بتاعتك، دي فلوس بتاعت البنك. يعني لو صرفت منها لازم ترجعها للبنك، ومعظم الوقت بترجعها معاها فوائد. يعني مثلا لو دفعت مثلا 10 جنيه ممكن بعد مثلا 6 شهور ارجعها 10 جنيه ونص او مثلا 15 جنيه، حسب بقى انت وحظك يعني. وناس كتير قوي بتتسجن بسبب الموضوع ده، فانا ما قربتش منها الصراحه. هي كانت معايا بس ما كنتش بستخدمها الا في الحالات الطارئه فقط. يعني بدأ عندي فيها 420000 وبقى فيها بعدين 630000 جنيه. اقسم بالله زودوها عشان مش بستخدمها عشان يشدوني، يعني هم كانوا عايزين اشتري بيها عربيه تقريبا. ما علينا، ابعدوا عن الكريدت كاردز وخلاص وخلونا نكمل. تسوق، بسوق. تروح رود تريب، يوه عملتها كتير. رود تريب ده اللي هو ان انت تسافر من مكان لمكان بالعربيه وتقف في النص كتير. تزور بلد ثانيه، انا اصلا بسجل الفيديو ده عشان مسافر كمان يومين. تلقي خطاب، القيت خطاب خطابات كثيرة قبل كده في حياتي. تتخرج من الثانوية العامة، دن. تتعلم أكثر من لغة، برا، أوكي تعلمناها. تستثمر بعضا من المال، حصل قبل كده مرة وفشلت فاعتبرها. تقابل مثلك الاعلى. مين مثلي الاعلى؟ هل قابلت حد انا ببص له باحترام وتقدير؟ الواد تركي نار حراق، كان من الناس اللي بتعلم المحتوى جدا وبقينا دلوقتي بيست فريندز، فاقول تعمل غلطه كبيره، فتحت القناه فيعني لا بجد عملت غلطات كبيره قبل كده. تكسب كاس، يوه كسبنا كتير. تتسلق جبل، يوه تسلقت جبل مره. ايه ده والله انا عشت حياه كويسه. تجري في ماراثون، لا ما عملتهاش.
تبا ما جريتش في ماراثون قبل كده، فدي اول واحده مفوتها. تتعلم تطبخ، بعرف اطبخ، تستكشف كهف عملتها قبل كده على فكره. اللي ما اعرفش انا دخلت كهف قبل كده في انجلترا، بطلع لكم صوره. بصوا خلاص الموضوع هو كهف، لما بتوصل لاخره خالص بتلاقي فيه اوضه مقفوله زي ما انت شايف كده. الاوضه دي بيعملوا فيها جبنه، الجبنه بتتعتق جوه الكهف عشان في حاجه ليها علاقه بالرطوبه او كده، بس الجبنه دي طعمها رهيب يا جماعه والله العظيم. المهم انا استكشفت كهف قبل كده. تشوف بركان لسه من شهر ونص شايف بركان والله، رحت موريشيوس وشفت بركان هناك. فاه تتخرج من الجامعه، تبقى عندك علاقه كبيره او طويله، انا متجوز خلاص، تكون بتحب واحده تكروشك، انا اعتبرها حصلت ايام مثلا مدرسه وجامعه ايام المراهقه، تمضي عقد، لسه ماضي عقد امبارح والله، تلاقي شغل، تترقى، تقبض، تترفد، لا انا ما اترفدتش قبل كده، تكون في الاخبار حصلت، تنتخب حد في انتخابات حصلت، سويتش كارير جنبها كلاون. ليه سويتش كارير اللي جنبها كلاون دي يا جماعه؟ يعني ان انت تغير وظيفتك، اللي هو اللي انا عملته بالظبط، بس ليه حاطين جنبها كلاون؟ عشان انا يعني كنت مهندس وبقيت يوتيوبر. مثلا حصل تشتري بيت، لا ما اشتريتش بيت، تخطب وتتجوز، حصل حصل، يبقى عندك بيبي لسه، تعلم ابنك يمشي، ما عنديش بيبي، تعلم ابنك يتكلم، يا اسطى ما عنديش بيبي، تشوف ابنك بيتخرج، يا عم ما عنديش بيبي انا، تشوف ابنك بيتجوز، هو في ايه؟ تبقى جد؟ يا عم ده غش يا عم، في ست ضاعوا مني ورا بعض وانا ما اعرفش يعني، ايه ده؟ طيب تتقاعد لسه، يعني ما هتقاعد ازاي؟ تحكي لحفيدك قصه برضو، تشوف سولار اكليبس، شفت قبل كده، تزرع مزرعه عملتها قبل كده برضو، بعد كده الكلب بتاعك اكلها الله يبارك له، تسافر حوالين العالم، هو دي تعتبر سافرت حوالين العالم. بص انا رحت بلاد كتير، كندا، امريكا، ويلز، انجلترا، فرنسا، البرتغال، هولندا، طبعا مصر والسعوديه والبحرين، بعد كده 10، قطر، عمان، الامارات، سنغافوره، ماليزيا، وموريشيس، 16 بلد. فهنعتبر ان انا سافرت العالم؟ لا مش هغش، مش هحطها كده. انا عملت 52 من 66 حاجه، ومعظم الحاجات اللي انا ما عملتهاش يعني حاجه ليها علاقه بالزمن، الا رانا ماراثون وجيت فايرد، لو انا اجري ماراثون واترفد من الشغل. اترفد من الشغل دي مش تحصل ان شاء الله. اترفد ازاي؟ هرفد نفسي؟ رانا ماراثون يعني تجري في ماراثون، دي انا ناوي اعملها ان شاء الله، لان انا ناوي بجد ارجع صحي تاني، فناوي اعمل ماراثون من الماراثونات اللي هي بتاعت الفرهده دي. بس بقيه الحاجات بتاعت الاطفال دي صعبه جدا الصراحه. على العموم جربها وقول لي انت عندك كام حاجه من دول عملتها، وخلينا نخش في اللعبه اللي بعدها. هي مش لعبه قوي على قد ما هي حاجه مثيره للاهتمام جدا جدا. بيقول لك حجم الفضاء، المفروض يا جماعه حاجه هتعرفنا الفضاء اللي احنا عايشين فيه، ارض الله الواسعه دي سبحان الله، يعني حجمها قد ايه. فخلينا نشوف مبدئيا كده، ده انت لو انت في الفضاء، رائد فضاء قاعد في الهو وفي الفراغ، تقارن على طول بالتلسكوب اللي هو الهابل سبيس تلسكوب. ده تلسكوب يا جماعه معمول عشان نعرف الفضاء فيه ايه، حلو. بعدها على طول عندك السبيس شاتل، البتاع اللي بتطلع للفضاء بره. بعدين عندك سبيس ستيشن، دي محطه الفضاء اللي عايشين فيها البشر اللي قاعدين في الفضاء. بعدين عندك ساتن في روكت، ده واحد من الصواريخ اللي اتعملت عشان تطلع الفضاء برضو. وبعدين عندك بينو. انا عايزك تركز في حاجه، ركز ما بين الحجم ده والحجم ده، ركز ما بين حجم البشري على الشمال خالص وحجم المذنب ده او الاسترويد ده. ده نيزك مش مذنب، فده نيزك صغير، ده كيوت، ده اسمه بينو، بينو بينو، فاهم؟ بعدها على طول هوبا، ده واحد من اقمار المريخ. بعدها عندك في نيزك تاني، بعد النيزك في نيزك كمان، بعد النيزك كمان عندك في كوكب صغير اللي اسمه سيريس، اكيد انتوا عارفينه او سمعت عنه قبل كده. بعدين عندك ميك ميك، برضو كوكب صغير. بعدين عندك بلوتو اللي هو اصغر كوكب في مجموعتنا الشمسيه. بعد بلوتو عندك يوروبا، وعندك القمر، يعني انت ده حجمك دلوقتي في حياتي، ده القمر بتاع الارض. بعدين عندك تين شوكي تقريبا، ولا ايه ده؟ في ايه حاجه اسمها اي او، قمر من اقمار جوبيتر. بعدين عندك ميركوري الكوكب. بعدين عندك تايتن، ده قمر لساترن، قمر لساترن اكبر من ميركوري. بعدين عندك المريخ. بعدين عندك نجمه بيضاء صغيره. بعدين فينوس. بعدين كوكب الارض. بعد كوكب الارض هتروح عندك كيبلر، ده حاجه شبه كوكب الارض. بعدين عندك نبتون، وعندك يورينس، وعندك ساترن، وعندك جوبيتر، وعندك الشمس بتاعتنا. عايزك تركز في حجم الشمس قد الحاجات الصغيره على شمالها دي، دي مجموعتنا الشمسيه وحاجات من بره، ماشي؟ ده حجمهم جنب الشمس، يعني الشمس ممكن تبلعهم كلهم ويتبقى مساحه كبيره جدا. بعد الشمس عندك سيريس ايه، ده برضو نجمه. بعدين عندك نجمه حمراء كبيره اسمها بولكس. بعدين عندك في سوبر ماسيف بلاك هول، دي ثقب اسود كبير. بعدين عندك نجمه كمان، ونجمه كمان، ونجمه كمان، ونجمه كمان، ونجمه برضو، ونجمه. بعد كده عندك بلاك هول ثانيه اللي هي ام 87، وبلاك هول اكبر منها، وبلاك هول اكبر منها. وبعدين عندك كاتس اي نيبولا، وبعدين عندك برنارد، وعندك رينج نيبولا. كل النيبولاز دي مش عارف اشرح لكم ازاي، ولكن دي الباترفلاي نيبولا، دي الكراب نيبولا، دي كيبلر سوبر نوفا، دي تايكوس سوبر نوفا. وعندك في حاجات كتيرة جدا 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 جدا، يعني مثلا دي مجرتنا، كل اللي فات ده كله كان اصغر من مجرتنا. بعدين عندك حاجات كمان وحاجات كمان وحاجات كمان، وبيوريك قد ايه بجد الفضاء سبحان الله عملاق.
خلاصة موضوع الفضاء ده ايه؟ ان ده انت وده حجمك في الكون الواسع ده كله، وتيجي في الاخر تبقى شايف ان رايك مهم. اللعبه اللي بعدها دلوقتي انا بلعب اسمها ذا اوكشن جيم. فكره اللعبه دي ان بيطلع لك حاجه وبتحاول تتوقع كان ممكن سعرها يبقى كام في مزاد. يعني مثلا بيطلع لك اللوحه دي اللي تقريبا في عيل عنده 5 سنين لحظه واحده اوكي لوحه مشهوره تقريبا بس انا ما اعرفهاش، وبيقول لك توقع سعرها كام. 1954 يعني مسنين بسم الله الرحمن الرحيم 620 الف دولار. كم السعر؟ ايه ده في ايه؟ 5,511,500 يا فقير. دي الجملة الوحيدة اللي عندي اقولها. خلينا نشوف الحاجة اللي بعدها. ايه ده؟ بيقول لك بلبكو حاجة مصممة مارسيل دوتشامب في 1910. ايه يا اسطى؟ دي رجل كرسي وكرة خشب. ايه ده؟ بصوا اللي فاتت كانت ب 5 مليون وانا حاسس ان في استهبال، ودي من 1910 يعني من اكتر من 100 سنة. انا مش عارف الراجل ده ايه، وعادي الجهل مش عيب يعني. انا هقول اتباعت ب 6 مليون. مش دي 6 مليون عشان ارقام صعبة معايا. يلا نشوف بكام. لا ما تستهبلش بقى ما تستهبلش والله. 486,000. يعني ايه يعني؟ يعني ايه والله؟ ايه ده؟ لحظه يعني انا لو كنت في مزاج كان زمان صرفت كتير قوي عليها. ايش اللي بعده؟ ايه ده يا جماعه؟ اقسم بالله انا شفت حد جنبي في الجامعه قبل كده بيرسم حاجه زي دي. بورتري دو في ذك ما بعرفش اعرف انساوي. لحظه كده قول يا حاج. بورتري دو فام افيك ان كوليه. ها بورتري دو فام افيك ان كوليه. تاني ده معلش تاني بس. بورتري دو فام افيك ان كوليه. لا ما تبطئيش صوتك عشان تهينيني. استني. بورتري دو فام افيك ان كوليه. بورتري دو فام ايه؟ بورتري دو فام افيك ان كوليه. في صوره يا جماعه عايزين نبقى عشان مش هتعب نفسي. بيقول لك صوره لامراه مع قلاده. والله بصوا اي حاجه اسمها فرنساوي الامريكان بيشتروها مبسوطين صح. 3 مليون. ليتس جو. ما تستهبلش بقى ما تستهبلش بقى والله والله ما تستهبلش بقى. يعني الاسعار رخيصه ولا غاليه؟ انا مش فاهم. 379,000 ايه؟ هي تستاهل الصراحه اقل من كده بكتير. اللي بعده اللوحه دي مشهوره. ده فان جوغ يا جماعه. فان جوغ يعني 10 مليون مرتاح. والله العظيم ما افكر كتير. يلا يا اسطى انظر. 11,200,000 بس كده. خشيت في الرسومات اللي ليها معنى. معناها ايه بقى الرسمه دي؟ طيب الرسمه اللي بعدها والحاجه اللي بعدها كرسي جلد. اقسم بالله في موقع اسمه ايه؟ هوم سمارت تقريبا. في موقع مصر انا شفت فيه الكرسي ده قبل كده انا متاكد. يا اسطى 10 دولار لا مش هستحمل. 100,000 100,000 بالكتير. والله العظيم اكتر من كده هتضايق. نص مليون. مالها كراسي ايكيا؟ اللي بعد ايه ده؟ مين ده؟ بيتي سارجنت ميجر. ده المفروض جوينتي مجند وصغير في... نفس الواد اللي كان في الاول اللي صورته كانت غاليه صح؟ 600,000. لا لحظه الثاني كان ب 3 مليون صح؟ 4 مليون. ايزي ايزي مش هتعب نفسي. 1 مليون و800 مش مشكله. اللي بعده فازه. يعني مش عارف هو. لا دي فازه من القناه 19. اوكي 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 100,000. 322,000. قشطه يعني متفهم متفهم. تفتكر الراجل الغلبان اللي عمل البتاعه دي في القرن 19 اللي هو تلاقيه صحي شقيان فطران بيض وخص وجرجير ورايح يعمل شويه فخار فاهمين؟ كان ممكن يتوقع المبلغ ده من فازه واحده بس؟ يعني ده كان ممكن يبقى مليونير لو عايش دلوقتي. ما علينا اللي بعده. بانكسي. ما تهزرش بقى يا جماعه. الصوره دي من الصور كانت موجوده في بريستول ايام ما كنت عايش هناك. دي يا جماعه على الاقل 2 مليون على الاقل لو مش اكتر بجد. اقل ماشي اوكي. بس هي غاليه هي غاليه. الراجل محترم الصراحه ده من الناس اللي بحبها جدا الصراحه. يعني ده فعلا اعرف رسوماته كلها. اللي بعد ايه القرف ده؟ بيير بونارد برينتد سيركا 1907. مفيش حاجه مهمه حصلت في 1907 غير تاريخ تاسيس النادي الاهلي. فانا هقول صفر. 195,000 يا دوب كفايه اللعبه دي. خلينا نخش على اللعبه اللي بعدها. اخر لعبه معانا النهارده اسمها ليت سيتل ذس. يعني خلينا بقى ايه نحتم في الموضوع. نحتم صح؟ يعني فاهم؟ فكرته ايه؟ بيسالك كام سؤال وبتجاوب عليهم وبتشوف ايه اللي بيحصل او مثلا الناس معظمها بتقول ايه؟ يعني مثلا الصور المتحركه اللي هي الصور الجيف. انا بسميها جيف. بيقول لك الصور الجيف دي بتتقري جيف ولا جيف؟ انا الصراحه بقولها بالجي بقول جيف فاختار جيف. وبيقول لي ايه؟ بيقول لي انها غلط اسمها جيف. 16% بس قالوا جيف. ازاي يا جماعه ده؟ طب السؤال اللي بعده. استنى. بيقول لك الفستان ده لونه ازرق واسود ولا ابيض واسود؟ يا جماعه انا عايزكم انتوا تجاوبوا على السؤال ده. والله حاسب ماوس كده. الصوره على الشاشه اهي. عايزك تبص وتفكر. قدامك 10 ثواني وانا بتكلم اهو. قرر قرارك وقول لي انت شايف هل الفستان ده لونه ابيض في اسود ولا ازرق في اسود؟ انا بصراحه هقول لك وبكل احترام وتقدير ومن غير ما العب في رايك اكتب في الكومنتات تحت قبل ما اقول انا رايي ازرق في اسود بصراحه. فانا هختار ازرق في اسود. وبيقول لي ان ايه لحظه ده بيقول لك ازرق في اسود ولا احمر ولا ابيض في ذهبي؟ انت قول لي تحت عامه لقيت ايه؟ بس 66% بيقولوا ازرق في اسود زيي. اللي بعده بيقول لك ايه اللي جه الاول؟ الفرخه ولا البيضه؟ بصوا ربنا بيخلق كل حاجه صح؟ اكيد صح. يعني هترد تقول لي ايه؟ اللي بحاول اقوله يعني ان البيضه ما ينفعش تفقس من غير ما فرخه تقعد عليها. او ده رايي الصراحه الا برضه بقدره قادر. فانا رايي ان الفرخه هي اللي جت الاول وبعد كده ايه طلع منها البيضه. فانا هقول تشيكن. والاجابه هي 51% بيقولوا فرخه. انترستنج.
اوكي اللي بعده. تعالوا لي بقى عشان اعرف مين بقى مختل عقليا. بيقول لك لما تعمل سندوتش توست تقطعه بزاويه ولا تقطعه بالعرض؟ انا دايما بقطع السندوتش بزاويه، والله العظيم ما اعرف ليه يا جماعه، اقسم بالله السندوتشات المقطوعه بزاويه طعمها ألذ بكتير، انا ما اعرفش ليه. فانا اقول بزاويه، وفعلا 78% قايلين زي بزاويه الحمد لله. يعني انا الحاجه الوحيده اللي غريب فيها هي دي. مش انا اللي غلطان يا جماعه وهي المفروض جيف؟ ده معظم الانترنت بينطقها جيف، يعني ما فيش حد غلطان ومفيش حد صح. اللي بعده بيقول لي قالك كورن فليكس يعتبر شوربه؟ لا طبعا. شوربه ايه؟ ايه ده؟ اوكي معظم الناس متفقه معايا ماشي. 22% قالوا ايوه. شوربه ايه يا جماعه اللي كورن فليكس؟ تحط. اللي بعده بيقول لك التويليت بيبر ولا مؤاخذه يعني تحطه حته المنديل اللي بره ولا لجوه؟ كشخص كان عايش لوحده في انجلترا وبيحاول يوفر فلوس اقدر اقول لكم لما تحط المناديل اللي بره كده فانت بتضيعها، لما تحطها لجوه فانت كده بتوفر. ما تسالنيش ازاي بس والله العظيم دي حاجه بجد. فانا رايي ان الصح ان هي تتحط اندر، وفعلا 14% بس اللي بيقولوا ان هو صح. كده 14% بس هو انا بحطها لبره بس. ما علينا، يبقى انا كده في سؤالين غريب. اللي بعد بيقول لك بيبسي ولا كوك؟ بيبسي ولا كوكاكولا؟ في هذه ساختار الكوكاكولا، و65% مختارين كوكاكولا. اللي بعده بتقول لك هل الاناناس على البيتزا حاجه حلوه؟ هي تعتمد على المكان الصراحه، بس معظم الوقت لا. و62% فعلا بيقولوا لا زيي. والله انا لغايه دلوقتي اكتشفت ان انا شخص طبيعي ومعظم الناس زيي، فاوكي. اللي بعده ستار وورز ولا ستار تريك؟ انا مش هتكلم، انا هعمل كده. بص ورايا، اكيد ستار وورز. ستار وورز 87% بيقولوا ان ستار وورز احلى من ستار تريك. طبعا طبعا والله. ايه ده بقى؟ بيقول لك لو كلب لبس بنطلون هيلبس البنطلون كده يعني رجلين الاثنين اللي ورا واللي قدام، ولا كده لو من رجلين اللي تحت لفوق؟ اعتقد كده يا جماعه اكيد. وفعلا 83% بيقولوا زي، انا عمري ما تخيلت ان في ممكن. ايه ده ازاي هيربط الحزام ازاي في دي؟ اللي بعده هل جاك كان ممكن يقعد على الباب في فيلم تايتانيك اللي هي اللقطه المشهوره دي؟ بصراحه اكيد طبعا والله العظيم. 79% بيقولوا اكيد، هم اصلا قتلوه عشان الحبكه الدراميه. اللي بعده هل الهوت دوج يعتبر ساندوتش؟ ايه السؤال الغبي ده؟ الهوت دوج يا جماعه يعني ايه؟ هل الهوت دوج يعتبر ساندوتش؟ ما اكيد ساندوتش. يا عم ايه ده؟ 62% بيقولوا لا و38% بيقولوا لا. قول لي ايه رايك تحت بقى عشان انا الحاجات دي ما بتعجبنيش. يعني ايه يعني؟ امال الهوت دوج ده ايه؟ مش عارف يقول ساندوتش ده هوت دوج؟ مش عارف والله. اللي بعده مارفل ولا دي سي؟ بصوا انا في دي يعني ليا رأي، انا بحب الهيروز بتوع مارفل والفيلنز بتوع دي سي. انا بالنسبه لي الفيلنز بتوع مارفل مش احلى حاجه، وبالنسبه لي الهيروز بتوع دي سي مملين جدا، ولكن بشكل عام اللي اعتبر ان هو بالانس شويه او ممتع بزياده هو مارفل الصراحه. وفعلا 82% متفقين معايا. اوكي هل المفروض نبطل موضوع مواعيد الصيف عشان خاطر اسماعيل هقول وعشان خاطر اسماعيل 53% من العالم بيقول ايوه؟ بلاي ستيشن ولا اكس بوكس سيريز اكس؟ اورتينايدي يا بابا جي. بابا جي بلاي ستيشن الصراحه. وفعلا 62% من العالم بيقولوا بلاي ستيشن. هل احنا عايشين في سيميوليشن او محاكاه؟ لا طبعا. يعني 49% بيقولوا لا، بس يعني مش هنكفر. هل فيلم داي هارد فيلم كريسمس؟ طبعا طبعا. ايه ده 44% بيقولوا مش هعرف اشرح لكم الموضوع ده، ولكن واضح ان انا غلطان بالنسبه للانترنت. اللي بعده لما امك بتعمل كيكه، احنا نقول كيكه، تاخد الحته اللي في طرف الصينيه ولا تاخد حته من النص؟ انا بصراحه طرف الصينيه. 51% من الناس معايا بيقولوا طرف الصينيه، اصل الحته المحروقه دي كمان. لما بتلبس جزمتك بتلبس شراب جزمه شراب جزمه ولا شراب جزمه جزمه؟ يعني من الاخر بتلبس الشراب اليمين الاول بعد كده الجزمه اليمين بعدها الشراب الشمال والجزمه الشمال، ولا الشرابين الاول بعد كده الجزمه؟ انا الشرابين الاول بعد كده الجزمه. وفعلا 83% من الناس متفقين معايا. مين ال 17% اللي بيعملوا كده؟ ايه تضييع الوقت ده؟ ليه البس الشراب الاول بعد كده جزمه بعد كده شراب بعد كده جزمه؟ ايفون ولا اندرويد؟ انتوا عارفين الموضوع ده من زمان. اندرويد. ايه ده؟ 83% بس اندرويد؟ انتوا ناس جهله على فكره. اللي بعد اخر سؤال البينات باتر. ايه ده؟ ايه اللي حصل للويب بتاع البينات باتر؟ ما علينا. البينات باتر تحبه سموث ولا تشانكي؟ يعني في قطع ولا لا؟ انا بحب في قطع الصراحه. و27% بس متفقين معايا، وده يخليني احس ان انا شخص سايكوباتي. وبهنا نكون نهينا جولتنا في موقع النهارده. اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم كفيديو خفيف ولطيف من حلويات الانترنت. لو عندك مواقع غريبه قول لي عليها تحت في التعليقات، ولكن في نفس الوقت اي حاجه غريبه شفتها في فيديو النهارده وعايز تقول رايك فيها قول لي تحت. ولو عايزين نعمل الفيديو التالت والاخير للموقع ده اتاكد انت تعمل لايك للفيديو ده. وانا اشوفك في الفيديو الجاي ان شاء الله. في لابي قلوه، سلام، باي باي. بستوري الى اللقاء. تعبت واشتغلت سهرت واجتهدت، ما يبانش في شغلي عارف اني بتعب فيه بجد. دوم وعرى شغلي على قلبي زي العسل، انتوا تخلوا اي شخص ينسى ايه مفهوم الكسل. عشانكم انا مكمل عشانكم انا مطول لحد ما تاني درعي يجي لعندي ويفرمل، يعرف مكانه فين وسط مليون بستاوي بيسمعوا قصه نجاح انا فيها الراوي.